الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء النور. كندير خويا سيري صافا لاباس عليك؟ صباح اشوفك. الله يبارك فيك مرحبا بك. الله يرحم والديك. هو الى شحال وقت نتمناو نديرو معاك حتى حنا نيت خدمة الشوافة كنا نتمناو. خويا شو وصلنا شي شوافة؟ صاحبتي معاهم تم زوج؟ انا مزوج وولادي وتصاحبت معها ومع الله وعلم شي حاجه الله وعلم مهم وليت انا بغيها انا وبغيت نتفك منها حسيت بها شي شويه تخوي ما بقاتش مريقله معايا كيما كان هذي شي عام وبغيت نعرف الحقيقه ما نتقلدش بها اذا عندها شي حاجه اخرى الله يسهل عليها ما عندهاش مرحبا بها وانت زعما مصح معاها بغيتي تتزوج بها مره ثانيه ولا شنو؟ ايه ها؟ شحال في عمرك؟ عمري شي زيد 76 86 96 2006 2016 تقريبا غادي تكون شي 44 بحال ما هواك شحال تقريبا في عمرك شحال؟ ها؟ شحال تقريبا يكون في عمرك شحال؟ بالضبط 76 عندي شي 44 عام 45 عام شهر 3 وقتل 45 هاكا يا هذيك شنو السمية؟ مو كنية بلاش ماشي مشكل مع دي غرض انا ما منين السي معتصم فريد منين اللي يشطح ما يخبيش وجهه ولا ما يخبيش وجهه يشطح سيدي سليمان اها وثانية تكون سيدي سليمان الكنية ديالها ما تقولهاش هي عافاك لا ما نقولكش الكنية ديالها اوكي شنو سميتها؟ سميتها رشيدة رشيدة شحال في عمرها؟ شي 42 عام 42 عام هي فايتة مزوجة لا؟ فايتة مزوجة ومطلقة اييه عندها شي وليدات؟ لا ما عندهاش اوكي شحال انت وياها مع بعضياتكم من نهار عرفتيها اليوم شحال؟ خمس سنين تبارك الله ايه والمدام عندك عارفة هادشي ولا لا؟ عارفة دونك راضية بيه؟ بسم الله 06 زيد بزاف على بركة الله ولا شي واحد تعرف عليك ماشي بعيد صافي كون هاني الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء النور لاله رشيده اهلا وسهلا صافا لاله لاباس عليك بخير الحمد لله كي دايره مع الصحه كل شيء على خير الحمد لله ياك ما فيقناك من الناس ماشي مشكل الله يطول عمرك صحتك مزيانه عيد ذكرى مولد نبوي شريف الله يدخل عليك بالصحه والعافيه وبالهنا وبراحه البال وباي حاجه كتمنيها في الحياه ديالك ان شاء الله الله يطول عمرك عرفتي شكون اللي معاك ولا لا؟ لا خويا زعما؟ ايوا انيسة رشيدة من سيدي سليمان 42 سنة مرحبا واهلا بك معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوة قبل الزواج فايت لك انيسة رشيدة مفرجة في البرنامج ديالنا سامعة به عندك شي معلومات ولا والو؟ ايوا غنتفرج فيه مرحبا بك هذه فرصة سعيدة امتحانية راك معنا على المباشر اتصل بينا واحد السيد قال لينا بلي يلا تعرف عليك غير مؤخرا وتزعط فيك وكي ولا كيبغيك وباغي يدير لك التست هذا هو اللي كاين رغم قال لينا انت هو صغر منك وشي حاجه بحال هكا ولكن كيبغيك كنظن راك عرفتيه اوكي فكري مزيان شكون هو هذا السيد اللي سرق عليه رشيده القليب ديالو انت لا ماشي انت ديتي ليه قلب ماشي هو اللي دار قلبك انت اللي ديتي ليه قلبه فهمتي
ما عرفتوش. فكري مزيان. ما عنديش واحد يعني. حاليا دايره شي علاقه حب في حياتك ولا سيليباتير ديال راسك؟ حاليا دايره شي علاقه في حياتك ولا ديال راسك؟ انا وي كانت مبقاتش. امتى سالت؟ شحال تقريبا شحال يكون داز عليها؟ تقريبا شي شهر. شنو كانت السميه ديال هذا السيد اللي ساليتي انت وياه شهر؟ شنو السميه ديالو؟ بلا ما نقول السميه. لا عادي قولي السميه. شنو سميتو؟ دابا باش 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 ندير تليفون في ودني كنسمعك يا بوحدي شنو السميه ديالو؟ لا لا قولي دابا حدي كنسمع بوحدي بزربي عافاك باش نرجع لهم الصوت. ماشي مشكل عادي غير سربي حرفك ما حد يمحي لهم الصوت. اوكي شنو الحرف شنو الحرف باش كيبدا السميه ديالو؟ ما نقولوش ولا ضروري الا كنتي انت كتفرجي في البرنامج ديالنا وعارفه فضروري انك تعطينا الاسم ديالو ولا تفضلي. باش كيبدا الحرف الاول من سميتو مثلا رشيده. واخا شحال دوزتي معاه ديال الوقت؟ شحال كان بينك وبينه تقريبا؟ شحال دوزتي معاه؟ شهر شهرين عام؟ خمس سنوات شي واش فخ ولا شنو؟ بلاتي 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 باش تفاهم انا وياك. انت فايتة مفرجة في البرنامج ديالي ولا لا؟ صافي دونك راكي عارفة شنو. هادس... ما كانيش انت تهضر معايا بهاد الطريقة. علاش؟ من الطريقة هضرت معاك بها؟ قلت لك ما كانيش انت تهضر معايا وصافي. هكاك واه حنا كتاب وهضرت معاك. تفضلي. الله يحفظك ليا. تفضلي تفضلي. شحال دوزتي معاه ديال الوقت تقريبا؟ كشكون هاد السيد اللي كتهضري عليه؟ تفارقتي انت وياه شهر؟ ما عندك حتى واحد. انا دابا هي حاليا ما عندك حتى شي واحد دابا. هادي شهر قلتي تفارقتي مع واحد السيد. هذاك السيد شحال دوزتي معاه؟ شحال دوزتي انت وياه؟ شهر شهرين ست شهور عام؟ شكون فايقك؟ فايقت المونيتور. ماشي مشكل. دونك شحال دوزتي انت وياه؟ هاد السيد اللي تفارقتي معاه الشهر هادي؟ هذاك السيد اللي لاحظتك مابقاش مقطع عليك لاحظتك. ولا إلا قطعتي عليا فإنك غادي تكوني نقولوا لك خلاطة ولا هادي، بالعكس خاصك تصبر علينا أنك واحد الإنسان. اوكي شوفي غادي ندير معك واحد الحاجه زوينه. هاد السيد هاد السيد ما كيسكنش في سيدي سليمان ياك؟ شنو البلاصه فين كيسكن؟ شنو البلاصه فين كيسكن؟ شنو المدينه اللي كيسكن فيها؟ ما عرفتش. ها آه؟ ما عرفتش وما يمكنش. راه شي مرات كيطيحوا لي شي افكار شاه النميه. وا معتصم فريد وي خويا احنا معاها بلاتي نعاودو نصوني ولا نشوف واش تجاوب. واش نتوما تفارقتو الشهر هادي؟ ايه ايوا كنت اصلا كنتي باغي تهنى منا. حسيت كاين شي حاجة وربي جاب الفكاك. اش بغيتي؟ اي جاوبات؟ الو الو لالا رشيدة. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صافا صافا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شكون هادي؟ صافا اختها؟ اختي يعني اختي. مرحبا بك. شنو سميتك؟ هو صغاري قال لك واحد عطاه سميتي قال له كاين واحد وما عرفتش لا عرفت سميتك. سميتك رشيده وساكنه في سيدي سليمان وعندك 42 عام. ايوا شكون قالك ما عرفتش سميتك؟ غير هو بغى يدير لك واحد المفاجاه وهذا السيد قصدو شريف وبغى يدير شي حوايج كبار على قبلك وبغى يعرف زعما واش يزعم ولا لا. فهمتيني؟ هادشي باش قلنا لك عطينا السميه ديالو زعما. ما كتبغيش زعما ديك واحد الحياه ما كتبغيش. قلتي لي تفارقتي مع شي واحد. دابا انت رشيده اللي كتهضري معايا ولا اختها؟ اختها. اوكي شنو سميت هذاك اللي تفارقات معاه؟ لا راه عارفه هي راه عارفه وحتى انت راكي عارفه. هذا سيدي المشاكل.
اخويا ادير خايفه ادير عليك راه كلشي واضح وين تفارقات ما عندها حتى شي واحد انت واش باقي كتبغيها حيت لقالو عاد ماري حيت لقالو زميلتي حيت شوفو مع الاخرين هذا هو المشكل دابا هادو خلط خلاطين علاش درت لك قول له هو مسموح قول له راه هضرت معاه مسموح تقولي سميتو قول له كاين عادي دابا هي عندها بزاف ما بغاتش قول انا غندوز لك واش عندها هي بزاف عندها بزاف عندها موجود واحد انت دا معتصم ما سويهلش ولا لا سهلة العذاب عسى وانا حياتي ها هما شنو شكون هما هادشي ديال الطبلة ترى بحال السيارة هادو ولا السرير راه خصني نخدم معاك هادو ولا الطبلة نشوف بيهم نقول لك واش نعطيو ولا ماشي نعطيو اسكت هي هضرة اسكت الو 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 السلام عليكم واش انت رشيده ولا اختها دابا خرجي من اللايف خرجي من اللايف ما دايرش انا مع اللايف سيدي داخل اوكي واش انت رشيده ولا اختها انا اختها اوكي شوفي دوزي لي رشيده حيت غنهضروا معاها وغندوز السيد اللي اتصل بها حيت قال لي انه مسموح تقول السميه ديالو وغندوزو ليها يهضر معاها عنده شي هضره ضروري خاصها تعرفها ضروري بزاف وعافاك ما تقطعوش باش غادي نساليو هاد المكالمه واخا دوزي عليها دوزي عليها هاكا الو لاله رشيده سمحي لينا بزاف ها الله يطول عمرك شوفي راه السيد اللي اتصل بينا قال لك مسموح انك تقولي السميه ديالو غير قوليها هذا اللي تفاقتي معاه الشهر هذه غير السميه ديالو قال لك مسموح تقولها حيت عنده شي هضره ضروري خاصك تعرفيها ما هي ايوا انا عنده زوج غيقولها غير قولي بلا السميه ديالو قولي قولي السميه ونقولو انا بلاش ندير التليفون خويا بلاش الو شوفي دابا كتسمعني بوحدك ولكن حاولي تسربي عطيني غير السميه باش الا كان هو نقولك هو ما كانش هو نقولك ماشي هو ولكن بالزربة عافاك شنو سميتو واش عرفتيني انا ولا ما عرفتينيش عرفتيني هو دابا السيد اللي اتصل بينا بغى يدير دابا انت ماشي رشيده ياك انا رشيده بغى يدير لك مفاجاه هو اللي باغي يجي خاصك بغى يجي لداركم واش فهمتي ايه بغى يجي لدارنا كاين دارنا طاح بغى يجي لداركم وبغى يدير لك واحد المفاجاه قدام الناس وصافي سربي عطيني دابا سربي قولي انت السميه ديالو عصبتيني هاك يا هو هضري معاه هضر معاه اخويا معتصم واش خاسر عليها شي فلوس ولا؟ راه خسرتها
دابا حاليا عندك 3 اكداب هما تيسكنوا بواحد القريه ديال الفقراء في البيبات. ودابا انت ملي عارف هادشي مقدر غير من هنا في اكداب. ودابا انت ملي عارف هادشي يعني هذيك اللي هضرت معاك اختها مزوجه براجلها ومقصره حتى هي مقصره. شوف ملي انت دابا عارف هادشي كامل بيفكري هو سير غسري لي انت بغيت لك الرضا والله يجعل ربي ينجحك اولي في هاد البرنامج ديالك وربي يفكري من الخلف وربي يفكري وتهنيت مع وليداتي. انا دويت مع المعقول قلت ما نضيعهاش ساخن كتم وعارف الخلف وعارف الولي الله ينعل ساعه الله ينعل ساعه وباش عرفت اللي كان خصك تنضيع عليهم بكل شيء مورا جابو غالي ولا جابو واحد اخر. شحال دابا تكون شحال تكون خاسر عليها في هاد خمس سنين؟ مليون في العام عقل وشتيت نخرج انا وياه وانت نخرج عام سنه وكنت قولت نقضي فيها 4000 5000 هذه عقل هذا المدينه هذا بندوره وجاي 5000 وستيره وخلينا وجاي بلا اللي تدي هي ودارهم. عمرك شريتي لها الذهب؟ انا عمرك شريتي لها الذهب؟ والله انا في البشتان الذهب شريتو حتى لا. وقول لي ما كتشربش البشتان والله انا في البشتان يشتمها حفظك الله. انا مولي بسعوره خويا انا مدا نشد لك الباكا. الله. والله مثلا عمري شديت شي كلبه بالله. عمري ملي تزوجت ما عمري خدمت على شي خدمه. انت ما عرفت راسي كيفاش كنخدم معايا بواحد الشركه ما عرفتش كيفاش تنفقد عندي ترونسبور ما عرفتش كيفاش تنفقد فيا. عندي وليداتي عندي مرضي بنات الناس العائله انا راه ما نزواجش انا خويا ما نزواجش نشد براسي. لا تنشد براسي ما نزواجش. واه شوف. ما حد عندك مراه وعندك وليدات شباب. مرتك كتخرج معاك ومعاك صاحبتك. ايه كنت مخاصم انا وياها وصالحتنا مسكينه شافني مقلق وهذا وصالحتنا. وشوف غنقول لك واحد الهضره والله انا منيت غادي نمشي عند المراه ديالي في هذه اللحظه هذه غنبوسلها راسها ويديها ورجليها ونقول لها اسمحي لي وغادي نبدا معاك صفحه جديده قسما بالله. اقسم وراك يا سري. اه وماشي غنبدا معاها وغنصبح عشيه ندخل للمصارفه والله شتي دابا هذا هو المشكل ملي كيكونوا عندنا بلاد الناس ما كنعرفوش بهم. راه كاين بلاد الناس وكاين رجال اللي بحالي انا شويه ما يستاهلوش. صافي كاين صافي. ما نهضروش على الكلبات. تنهضر على راسي بحال غرايا انا. شوف انا غادي نعاود نصوني عليك. وخويا شكرا الله يحفظك. انا نعاود نصوني عليك. شكرا والله يحفظك.